حضراتكم حلقة جديدة من برنامج نشاط وتفاصيل الموضوعات اللي كانت مهتمة بها وسائل الإعلام والصحف العالمية والعربية. خلينا نبدأ ونقول أنه النهاردة ملفين ربما هما الأساسيين إلى جانب ملفات أخرى. الملف الأساسي هو ردود الأفعال عن الإضراب في داخل السجون أو المعتقلات الإسرائيلية للأسرى ووضع مروان البرغوثي تحديدا، أيضا ردود أفعال بعد الاستفتاء في تركيا، والحقيقة أنه كل تقريبا يعني بلا استثناء كل الصحافة العربية والغربية بكل أطيافها تتحدث عن نتائج هذا الاستفتاء وماذا بعد في تركيا، وانتقادات أيضا ل يعني سير العملية الانتخابية في الاستفتاء وغيره، هيكون معنا النهاردة، إلى جانب أيضا ملف آخر عن الانتخابات الفرنسية بعد أقل من 6 أيام على بداية الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. خلينا نبدأ من تايمز أوف إسرائيل والحديث عن وضع البرغوثي في السجن الانفرادي ونقله إلى سجن جديد بسبب الإضراب عن الطعام. إسرائيل تحركت بسرعة لمحاولة عرقلة الإضراب للأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وتخيلت يعني وده مش من ضمن التقرير ده اللي أنا بقوله، تخيلت أنه بمجرد نقل القيادي مروان البرغوثي لسجن مختلف ووضعه في سجن انفرادي أنه ده قد يغير من الأمر في شيء. تايمز أوف إسرائيل تتحدث عن الخطوة اللي اسمتها خطوة عقابية تحديدا لسببين، مش بس عشان الاضراب، هم الاضراب عن الطعام مش هو اللي يهمهم، لان هم لو كل الاسرى الفلسطينيين ماتوا ما عندهمش ازمه في ده، لكن هم الخطوه دي عقابيه، اجراء عقابي زي ما هم بيقولوا في تايمز اوف اسرائيل بعد نشر مروان البرغوثي اللي المفترض انه بيقضي 5 أحكام بالسجن المؤبد بتهم القتل وفقا لاسرائيل، نشر مقال راي في صحيفه نيويورك تايمز، والمقال ده هيكون معانا النهارده اللي هو عنوانه لماذا نضرب عن الطعام؟ لماذا الفلسطينيين يضربون عن الطعام في السجون الاسرائيليه؟ تحديدا اسرائيل كان عندها مشكلتين، اولا ازاي خرج هذا المقال من المعتقل ومن السجن وتم نشره في نيويورك تايمز؟ والمشكله ربما الاهم بالنسبة لهم ازاي نيويورك تايمز تنشر هذا المقال وشايفين انه البرغوثي محكوم عليه بأحكام سجن لقتل إسرائيليين، وبالتالي هو شخص متهم وشخص قاتل وفقا لوجهة نظرهم. في هذا التقرير في تايمز اوف إسرائيل تتحدث أيضا عن أنه مصلحة السجون بدأت باتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين، مش بس ضد البرغوثي، ضد المضربين، وتم إضافة نقل عدة أسرى إلى أجنحة مختلفة، يعني الفرق بينهم. مروان البرغوثي تحديدا تم معاقبته وتم نقله إلى سجن هدريم إلى سجن آخر اسمه كيشان بالقرب من حيفا. ومصلحة السجون وإجراءاتها العقابية قالت إنه إحنا لا نتفاوض مع أسرى، وقالوا ان مصلحة السجون بتحقق دلوقتي وبتشوف اذا كان هناك شبهة ازاي مر هذا المقال، هل من خلال محامين مروان البرغوثي، هل من خلال زوجته، وهيشوفوا ازاي مر المقال. المقال نفسه على نيويورك تايمز بقى اللي عنوانه لماذا نضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية لمروان البرغوثي، بيتكلم فيه وبيحكي عن انه بعد 15 عام داخل السجون الإسرائيلية بيقول إن هو كان شاهد وضحية لمنظومة الاعتقال التعسفي والاستبدادي الإسرائيلي وعلى سوء المعاملة اللي بيلقاها الأسرى، وبيتكلم إنه بعد استنفاذ كل السبل وكل الإمكانيات قرر عدم وجود أي خيار سوى مقاومة القمع والإذلال من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام. بيتحدث عن أنه عشرات السنين أثبتت بما لا يقبل الشك أن المنظومة الإسرائيلية غير الإنسانية، والاحتلال العسكري بكل تجلياته بيهدف بالأساس لكسر معنويات الأسرى الفلسطينيين والأمة الفلسطينية التي ينتمون له. وبيتكلم على معاناة جسدية وعزل عن عائلات واستخدام تقنيات معقدة في الإذلال لهؤلاء، وبيقول أنه بالرغم من هذه المعاملة أنه نحن لن نستسلم لهذه المعاملات. وقال إسرائيل خرقت بصفتها قوة احتلال، وعلى مدى السنوات 70 الماضية خرقت القانون الدولي بعدة طرق ومختلف الأشكال دون أن تنال أي عقاب، وخرقت اتفاقيات جنيف ومارست هذه الخروقات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى تحديدا. هو يمكن الأزمة بقى الرئيسية بالنسبة للإسرائيليين أنه هذا المقال يتم نشره في نيويورك تايمز، نيويورك تايمز لها سياسة تحريرية واضحة، وربما في تساؤلات لماذا تم نشر هذا المقال، هل ليبدو أنه نيويورك تايمز أو ليبدو أن الصحافة مهتمة بالأسرى الفلسطينيين، ليبدو أنهم
متوازنين ويدينون تصرفات إسرائيل لا نعلم. لكن تايمز في إسرائيل رجعت بتتكلم وبتنتقد بشكل واضح انتقاد نيويورك تايمز لإخفاء ماضي البرغوثي في مقر الرأي. هم شايفين أنه كان لابد أن يكون هناك حديث عن ماضي مروان البرغوثي. مجموعات تحديدا إسرائيلية ويهودية أمريكية جوه أمريكا انتقدت صحيفة نيويورك تايمز وقالوا أن هم لن يسكتوا على هذا التجاوز، وبيقولوا أنه القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي مدان بتنظيم هجمات إرهابية ويقضي عدة أحكام بالسجن، وكان لابد أنه تشير لده نيويورك تايمز. السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورن قال تحديدا المقال ده هجوم إرهابي صحفي، ونادى إسرائيل لاتخاذ خطوات ضد نيويورك تايمز، وهو لا نستبعد ده على فكرة، وبيقول علينا الدفاع عن أنفسنا. هم لا يسكتوا على أي مقال ولا جملة كده تعدي، محدش بيسكت يعني، وربما لا نستبعد نيويورك تايمز تطلع اعتذار قريب هنشوف. أورن قال كمان أن المقال ده صدر في يوم عيد يهودي، وبيقول ده يعني أنه لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية الرد على هذه المقالة اللي وصفها بأنها كانت مليئة بالأكاذيب. المنشور على صفحة المنسق الإنجليزية للحكومة الإسرائيلية قال بالتطرق لي كشخصية سياسية فشلت نيويورك تايمز بالذكر أنه بعد محاكمة هم وصفوها بمحاكمة عادلة 2004 أدين البرغوثي محاكمة عادلة داخل إسرائيل. انتقادات مستمرة لصحيفة نيويورك تايمز من كل المجموعات اليهودية والإسرائيلية سواء داخل أمريكا أو غيرها. اللجنة اليهودية الأمريكية قالت في إحدى تغريداتها أنه على الأرجح نسيت الصحيفة ذكر أن مروان البرغوثي إرهابي مدان وهو المسؤول عن قتل مدنيين أبرياء. السفير الأمريكي أيضا في إسرائيل انتقد الصحيفة وعمل تويتة واضحة وقال كون مروان البرغوثي لديه مستقبل سياسي أمر قابل للنقاش، يناقشه الفلسطينيون والإسرائيليون، ولكن عدم ذكر نيويورك تايمز إدانته بالإرهاب كان خطأ. مستقبل سياسي وانتوا حاكمين عليه بثلاث مؤبدات والأربع مؤبدات. خلينا ننتقل من هذا الملف الكامل إلى ملف آخر وهو ملف تركيا. نبدأ من إحدى الصحف اللي كانت ضحية لرجب طيب أردوغان تحديدا، وهي صحيفة حريات اللي تم إغلاقها وتم القبض على صحفيين كثيرين فيها. صحيفة حريات كاتبة موضوع بعد الاستفتاء وبتقول أنقرة تنتقد انتقادات مراقبي الانتخابات الدولية لنتائج الاستفتاء. التفاصيل إن المراقبين للانتخابات مراقبين دوليين من عدة دول في استفتاء 16 ابريل الماضي انتقدوا وقالوا حطوا بعض التفاصيل انه هناك خروقات في عملية الاستفتاء. بعثت مراقبين تحديدا من مجلس اوروبا كانت مؤلفة من 47 عضو، وايضا منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا. قالوا كلهم ان الاستفتاء اللي حصل على موافقة بنسبة ما يقارب 51% على هذه التغييرات هو بيقول غير متكافئ وجرى في ظروف وصفت بأنها غير عادلة، وأشاروا بشكل خاص لقرار لجنة الانتخابات العليا اللي شايفينه ووصفوه بأنه مثير للجدل، وهو السماح بأصوات صحيحة لا تحمل توابع رسمية، يعني بعض الصناديق والورق ما كانش مختوم بالختم الرسمي ومع ذلك سمحوا باستخدام هذه الأصوات، وقال أن القرار ده يقوض ضمانات هامة ضد الغش بشكل عام. الاستفتاء من وجهة نظرهم لم يكن يرقى إلى مستوى معايير مجلس أوروبا. الكلام على لسان رئيس الوفد تحديدا اللي قال انه الاطار القانوني كان غير كافي لاجراء هذه العملية او لاجراء عملية ديمقراطية حقيقية. من جانبه بقى وحريات مركزة مع ده خدت رد فعل رجب طيب اردوغان الرئيس التركي اللي ندد بهذا النقد او الانتقاد اللي وجهوه لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا، وقال انه على منظمة الامن والتعاون في اوروبا ان تعرف مكانها وتعرف حدودها، وقال انه تركيا ستتجاهل تقاريرها اللي وصفها بانها تقارير سياسية. من حريات وحريات الحقيقة في النهاية بتتحدث عن انه هناك هذه الحملة مهم جدا انه اردوغان اشار بعد فوزه او يعني ما اعلن من فوز في هذا الاستفتاء انه هو سيجري اتكلم عن استفتاءين، اتكلم عن استفتاء اذا ما كان سيتم مواصلة المفاوضات للانضمام للاتحاد الاوروبي، وتحدث ايضا عن وقال ده مش قرار ولكنه مسألة مهمة بالنسبة لنا، وبيقول ينبغي على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ قراره وان ينقله الينا. ايضا اتكلم عن فكره فرض عقوبه الاعدام وانه هو قال انه سيوافق على هذه الخطوه بعد موافقه البرلمان، واقترح انه يجرى استفتاء على اعاده فرض عقوبه الاعدام مره اخرى. وبروكسل قالت تحديدا انه اعاده عقوبه الاعدام ستضع حدا لمحاوله تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي، واردوغان تعهد بتجاهل ما يقوله الاخرون حول هذه القضيه.
اما افتتاحيه نيويورك تايمز فخصصتها ايضا للحديث عن ما اسمته وسمت الافتتاحيه فقدان الديمقراطيه في تركيا، وكاتبين وبداوا قالوا افضل ما يمكن ان يقال عن هذا الاستفتاء الدستوري في تركيا اللي العديد من الناخبين حوالي 48.7% من 100 ادلوا باصواتهم وعارضوه، عرضوا تحرك الرئيس رجب طيب اردوغان، سموا تحرك الرئيس رجب طيب اردوغان وصفوه بالفظيع، وبيقولوا ان هو ما يوصف به حتى الان هذا التحرك هو تعزيز الحكم الاستبدادي. يتحدثوا انه اردوغان خسر لانه كان متوقع ان يفوز ب 60% من هذه الاصوات، ولكن بيتحدثوا مره اخرى زي ما قلنا لحضراتكم في كل التقارير من امبارح، المدن الكبرى انقره واسطنبول وازمير تحديدا تاكلت فيها شرعيته زي وصف نيويورك تايمز، وبيتحدثوا عن ان هناك مزيد من الادعاءات بوجود مخالفات في التصويت من المراقبين الدوليين. بيتكلموا عن انه هذا الاستفتاء توج بجهود طويله بذلها رجب طيب اردوغان لحل النظام البرلماني بنظام رئاسي قوي، هم يتحدثوا عنه. بيقولوا من الناحيه العمليه اصلا حزب اردوغان كان بيمارس العديد من السلطات الدكتاتوريه بفاعليه، وبيقول التصديق عليها رسميا صحيح في الدستور لا يمكن إلا أن يعزز مما أسموها غرائزه الدكتاتورية، ويهدد كذلك الفصل بين السلطات اللي بتعتمد عليها الديمقراطيات الليبرالية تقليديا. في النهاية بيقولوا أنه إذا أراد للديمقراطية أو إذا أريد للديمقراطية في تركيا أن تنتعش فإنها ستفعل ذلك، وهم بيعولوا على ملايين من الأتراك اللي لا يريدوا النظام الاستبدادي اللي فرضه السيد أردوغان، وسيجد طرقا هذا الشعب لاستعادة حقوقه وحريته. CNN عاملة تقرير وكاتبة السلطان أردوغان وليلة إعلان وفاة الديمقراطية في تركيا. ده مقال عفوا مش تقرير لفريدا جيتس على موقع CNN، وتتحدث عن الرئيس رجب طيب اردوغان اللي اعلن الانتصار في الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستوريه، اللي بتقول انه من المنتظر ان تجعله اكثر قوه وتسمح له بالبقاء في السلطه سنوات عديده مقبله نتيجه هذا التصويت اللي بتشكك فيه المعارضه في صحه هذا التصويت، وبتقول انه بيجعل تركيا اقل ديمقراطيه واكثر انقساما، كما انها تجعلها دوله اكثر دينيه من اي وقت مضى. هو الحقيقة أنه بعض المقالات تحديدا في CNN ونيويورك تايمز بيتحدثوا دايما عن هذا الموضوع، بيتحدثوا أنه ربما هذا الاستفتاء ونتيجته هتؤدي صحيح إلى بعض العواقب السياسية، لكن كمان على المستوى انتماء الدولة بشكل أو بآخر أو الحزب اللي بينتمي إليه رجب طيب أردوغان، شايفين أنه هناك سعي حثيث أنه نقل الدولة من دولة علمانية إلى دولة دينية. تفاصيل الحقيقة المقال بتقول كمان أن أردوغان بات محور الانقسام في هذه البلاد، والاستفتاء على تعديل الدستور اللي نظمه سيجعل ذلك الانقسام أكثر حدة وإثارة للشقاق داخل تركيا. أما الجارديان فلها موقف شوية مختلف، يعني هنشوف شوية كاريكاتيرات توضح وتلخص ده، لكن الجارديان موقفها كان غريب شوية، أو التقرير أو المقال غريب شوية. مقال لسايمون تيزدل اللي بيقول فيه فوز أردوغان ليس مفاجئ في عالم القوة، ويبدو في المقال وكأنه بيدافع بشكل أو بآخر على أنه مش الدولة دي الوحيدة اللي هتتحول للديكتاتورية، وبيقول أنه التصويت التركي أعطى الأردوغان سلطات ديكتاتورية حقيقية تبدو عصية على الفهم بالنسبة للأوروبيين اللي وصفوا منهم معتادين على الأشكال التقليدية من التعددية الديمقراطية. بيقول تركيا تسير على خطى الاتجاه المتنامي للقادة اللي وصفهم بأنهم جبابرة سلطويين، وبيسمع صداه حول العالم، وبيشبه بقى تشبيهات غريبة جدا المقال في الجارديان، بيشبه زي صعود رئيس دونالد ترامب. طب دونالد ترامب كان في انتخابات واضحة وصريحة، انت بتشبه انه اصبح دكتاتور وسلطوي منين؟ يتحدث عن زعماء في دول عديدة سواء إفريقية أو دول أسيوية، وكأنه بيقول يعني اشمعنى انتوا زعلانين من أردوغان. يتحدث كمان بشكل واضح طبعا عن مصر، معدي على مصر بشكل صريح جدا، وشايف انه اشمعنى الناس زعلانه من اردوغان، وبيتكلم كمان بشكل واضح عن انه اوروبا ليست بمأمن من وجود الحكام الطغاة، وبيشبه كمان بانه احتمال وصول مارين لوبان في الحكم سدة الحكم في فرنسا، وبالتالي انه مفيش حد، يعني زي ما بيقولوا كده مفيش حد احسن من حد.
الحياة اللندنية مقال للأستاذ جهاد الخازن اللي بيقول فيه طريق مجهول بعد فوز أردوغان. يمكن بيتكلم فيه أستاذ جهاد عن نفس كل التفاصيل اللي اتكلموا عليها كل المقالات السابقة والتقارير، وإن كان هو لديه وجهة نظر كده، وجهة نظر متفائلة إلى حد ما، إنه بيقول إنه مسؤول صحيح أردوغان عن كل المشكلات اللي حصلت أو ربما تحصل في تركيا، ولكنه بيطالبه إنه ربما يفكر بشكل أو بآخر في عفو عام عن الآلاف اللي هو ذكرهم بالتفصيل اللي فقدوا وظائفهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومحاولات التصفية القوية جدا للمعارضة داخل تركيا من جانب أردوغان. هو بيتحدث إنه إذا ما فكر رجب طيب أردوغان في العفو العام عن هؤلاء ومنهم كمان جولن وكل هذه الشخصيات والقضاء والموظفين والعساكر كل الناس اللي هو الحقيقة اللي هو يا إما قعدهم في بيوتهم يا إما سجنهم، إذا ما فكر في عفو عام ربما يكون الأوضاع في تركيا يعني تتجه اتجاه مختلف. من وجهة النظر المتفائلة للأستاذ جهاد الخازن لسان سان تتكلم ده سان تتحدث عن تظاهرات في تركيا على خلفية نتائج الاستفتاء، وبتقول أردوغان قد يعيد عقوبة الإعدام مرة أخرى. دسان ركزت على المظاهرات الحاشدة في عدة مدن تركية ضد نتائج الاستفتاء اللي بيشككوا في نتائجها وبيشككوا في نزاهة هذه الاستفتاء، هذا الاستفتاء عفوا. أيضا يتحدثوا عن أنه الجميع كان بيرفع بعض اللافتات اللي بتكلم عنها دسان باسم القاتل أردوغان، قاتل لص. المحتجون الحقيقة أن هم كانوا بيدقوا طول الوقت على أواني فارغة في محاولة لإثبات احتجاجهم على الطريقة اللي جرى بيها هذا الاستفتاء والنتائج اللي طلعت من هذا الاستفتاء. ويتحدثون في دسان على التلاعب، ما اسموه بالاتهامات بالتلاعب في نتيجة الاستفتاء اللي صرحت إحدى أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا تحديدا وهي النمساوية ألف كارن في هذا التقرير، وقالت أنها أشرفت على هذا الاستفتاء وقالت أنه هناك شكوك تحوم حول تحديدا 2.5 مليون صوت اللي كنا بنتكلم عليهم لحضراتكم، انه المخالفات دي ال 2.5 مليون صوت دول هم ما كانتش مختومه الاوراق بتاعتهم، وبتقول ان المخالفات دي قد تغير اذا ثبت صحتها قد تغير من نتيجه الاستفتاء اللي انتهى بفارق ضئيل لصالح تمديد هذه الصلاحيات الرئاسيه. اما الروس واحدى الصحف الروسيه بتتحدث وبتقول بتتساءل هل تكون انتخابات السلطان في تركيا بدايه للحرب الاهليه؟ تتحدث في نفس الاطار التقرير عن ما جرى في تركيا وعن الاوضاع اللي قالت رئيس تركيا الحالي رجب طيب اردوغان اللي اصبح سلطانا، ونستخدم كلمه سلطان من باب السخريه، بتقول ان هو كان يحلم بان يصبح الحاكم المطلق للبلاد لكن حلمه لم يتحقق، وبكل صعوبه تمكن من جر الاتراك للاستفتاء اللي سيغير نظام دولتهم الدستوري صلاحيات أردوغان. هما بيقولوا احنا بنستخدم لفظ سلطان ساخرين لانه لو كانت النتائج ربما بتاعت هذا الاستفتاء جاءت اكتر من 60 او 70% ربما كان استخدام لفظ السلطان في هذه اللحظة لن يكون من باب السخرية. وبيقارنوا بالعلاقة ما بين تركيا وبين روسيا تحديدا، وبيتحدثوا انه التغييرات الدستورية في تركيا صحيح هي مسألة تركية داخلية، ولكن الوضع السياسي في سوريا وتدخل تركيا فيه بيمس روسيا بشكل مباشر، وبالتالي مدام أردوغان يواصل ممارسة القفز اللي هم سموها من موقف لآخر ودعم الإسلاميون في سوريا زي ما بيقولوا، يجب تذكيره بأنه من دون الصداقة مع روسيا سيكون وضعه صعب للغاية. خلينا نشوف الكاريكاتير والموجود سواء في الصحافة العربية أو الصحف العالمية عن الأوضاع في تركيا. نبدأ من الاتحاد الإماراتية وكاريكاتير الانضمام للاتحاد الأوروبي، وكأنه تركيا واليمين بيكسر فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي من خلال أنها تنزل كلمة نعم التصويت على صلاحيات أردوغان. من الاتحاد الإماراتي نروح للتايمز اللي خصصت أيضا كاريكاتير لتركيا وشكل أردوغان وإنه السلطان، بيقول ده يوم عظيم للديمقراطية في تركيا، وأنا مش هسمح لحد يقول يعني مش قانوني ان حد يقول عكس ده وعاملينه في شكل السلطان. ايضا هآرتس وتتحدث عن رجب طيب اردوغان من خلال هذا الاستفتاء بيهد تمثال اتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة، وكأنه هو يعني
بينهي هذا العهد بشكل او باخر. واشنطن بوست عامله زي ما قلت حضراتكم اهتمامهم بفكره العالم عوده البعد عن العلمانيه، ومهتمين جدا بفكره انه العوده مره اخرى لدوله دينيه. عاملين شكل سلطان ولابس التاج، التاج يمكن مش باين لحضراتكم، محبوس جوه التاج ده الكتاب والصحفيين، القلم والورقه والناس حابسهم جوه هذا التاج، وجارر وراه ويبدو وكأنها ست منقبة انه سلطانه هيكون دولة دينية واضحة. خلينا نروح لكاريكاتير تاني كمان، في الحقيقة موقع امريكي عامل اكتر من كاريكاتير عن تركيا. الكاريكاتير الاول وكأنه اردوغان ولابس سلطان متهيالي برضو بشكل او باخر، بيطلع لسانه للعالم والمجتمع الدولي. ايضا أردوغان وهو بيرمي الديمقراطية بيقلبها في مقلب زبالة، يعني وكأنه بيرميها من فوق جبل وبيتخلص من الديمقراطية. أيضا أخيرا أردوغان وهو قاعد على كرسي السلطان، ده مش ده الكاريكاتير خالص، ده كاريكاتير النازي احنا قلنا مش هناخده معانا بكل أسف، وهو قاعد على كرسي السلطان وحواليه مربط سواء الجيش، مربط القضاء، مربط الشعب اللي هو يعني العمال، ومربط الجنود، الجميع او جميع طوائف المجتمع وهو مربطها وقاعد على سلطان على كرسي السلطان في تركيا. خلينا سريعا نخرج لفاصل ونرجع بعده نستكمل هذه الحلقه في منشات، انتظرونا. عدنا لحضراتكم واستكمال هذه الحلقة سريعا، لم يتبقى لنا سوى دقائق قليلة. خلينا نتكلم عن الانتخابات الفرنسية، انتخابات الرئاسية. لوفيجارو تتحدث اسي جور دو برومي جور لانسيرتيتود اي توتال، بمعنى انه قبل 6 أيام من الجولة الأولى حالة عدم اليقين والشك هي السائدة، التردد والشك بيغلبوا على كل الفرنسيين قبل 6 أيام تحديدا من الجولة الأولى. استطلاعات الرأي بتعكس ما وصفته لوفيجارو تقارب بين مرشحين، تحديدا المرشحين الأربعة الأساسيين يعني الحقيقة اللي هم ماكرون وفرانسوا فيون، جاك لوك ميليشان ومارين لوبان، واللي لسه ما حدش يقدر يتنبأ بالثنائي اللي ربما يتأهل للجولة الدورة الثانية ويتم الاختيار منه الرئيس الفرنسي. ليبراسيون خصصت الغلاف بتاعها سريعا لسؤال هنعمل ايه او هتعملوا ايه، تعكس حالة ضبابية كده في المشهد الانتخابي، حتى كل اسامي المرشحين في الانتخابات و متداخله بينهم الصفحات دي لباريزيان، احنا بنتكلم على ليبراسيون، وحتى بينهم خطوط وكانه الامور ضبابيه، محدش فاهم هو مين هيبقى رقم واحد مين هيبقى رقم اتنين. ده ليبراسيون. وهنعمل ايه؟ فوفات كوا؟ هنعمل ايه؟ او انتوا بتعملوا ايه؟ تساؤل. من ليبراسيون للباريزيان اللي كنا شايفينها دلوقتي، وايضا الغلاف بتاعها تتحدث عن انه حتى يوم الاثنين المقبل قد يكون الاوان قد فات، يعني بمعنى انه لاندي بروشان il sera trop tard، هيكون الوقت فات، هيكون فات الميعاد يوم الاثنين انه حد يقدر يحسم هذه المساله. وبتسلط الضوء الحقيقه على حالتين جوه المجتمع الفرنسي، حاله التردد وحاله الامتناع عن التصويت. بعض الناس شايفين ان هم يا اما يمتنعوا يا اما يعملوا الورق بيضة ومش هيختاروا اي حد، وده قبل 6 أيام من حسم الخيارات داخل المجتمع الفرنسي. وبيقولوا ان الاوان قد يكون فات يوم الاثنين المقبل علشان حد ياخد قراره مين هيصل الى المرحلة الثانية في هذه الانتخابات، ويبقى الوضع او المصير مجهول حتى هذه اللحظة من وجهة نظر باريزيان، نتيجة الدورة الاولى اللي هتتم في الانتخابات بعد 6 أيام، انتخابات الرئاسية الفرنسية يوم 23 ابريل المقبل. وانتخابات الفرنسية زي ما حضراتكم عارفين تبقى المرحلة الاولى هيتنافسوا فيها هؤلاء المرشحين، وبعدين اللي هياخد اكبر تصويت من اول اثنين يعني رقم واحد واثنين هم اللي هيدخلوا في الجولة الثانية اللي هيتحدد من خلالها، الناس هتبتدي تنتخب ما بينهم علشان يحددوا مين الرئيس الفرنسي القادم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله، وحلقة جديدة ومنشات الساعة 9:30، ولكن هذه المرة مع الصحافة المصرية الصادرة غدا، ودمتم في امان الله.